في مدينة إدلب السورية، حيث تبدو آثار الحرب والدمار جلية، ثمة فسحة أمل ومتعة للأطفال. وليد أبو راشد يضع باروكة المهرج الصفراء اللون، ويحمل لوحه الخشبي وكيسه المليئة بالدمى، ويقدم عروضه المسرحية للأطفال. إلى التفاصيل. بشتغل مسرح من 2008. ب 2011 اخذت المرتبه الاولى على ادلب وريف ادلب بالتمثيل المسرحي. هو انا كان حلمي ادخل المعهد العالي وادخل المسرح. يعني اطفال مواليد 2011 حاليا عمرهم 9 سنين 10 سنين، هذول ما شافوا شيء، عاشوا بالحرب. ولا استطيع التخلص من هذه الحاله. أرجوك ساعدني وتكفل بحماية. بيكون في طيران في الجو بيشتغل في الملجأ، أحد عروضي كان في الملجأ تحت الأرض. اشتغلت في المخيمات، مخيمات النزوح على الحدود السورية التركية، وحاليا عم بيكون في هدنة بنشتغل فوق الدمار. هدفي هو وصل رسالة لكل العالم، وحلمي تسمع رسالتنا كل العالم، إنه تقتلونا وبتدمروا البيت بنعمل مسرح وبنوزع الثقافة لحتى هذا الجيل يطلع عنا جيل يحارب العالم كلياته بثقافة المسرح وبالعلم، لأن طفل بيكبر على ثقافة المسرح أقوى من طفل بيقوى على أصوات البراميل والرصاص.